أجمع خبراء السياحة والسفر في الإمارات بأن هناك زيادة ملحوظة في أسعار تذاكر السفر تتراوح بين 20 و50%، وذلك بسبب وجود طلب مرتفع للسفر خلال إجازة عيد الفطر والتي ستتميز بطول مدتها. وكانت تقارير سياحية سابقة قد أفادت بأن عائلات كثيرة لم تسافر منذ بدء الجائحة، فضلا عن رغبة شركات طيران في تعويض خسائرها خلال فترة التوقف بشكل تدريجي. كل ذلك دفع الأسعار إلى الارتفاع من جهة، وزيادة الإقبال على تذاكر وجهات معينة من جهة أخرى، خاصة مصر والنمسا.